إشارة بالأصابع إلى حكم المباراة إلى رقم اللاعب. فرصة للفريق الأردني للتسجيل ومحاولة دفاعية لم يكتب لها النجاح الكامل من محمد صلاح. حصل الفريق الأردني على حق تنفيذ رميتين حرتين. خلدون يعقوب على خط الرمية الحرة مواليد عمان 1983 طوله 1.98 ينجح في التسجيل من الرمية الحرة الأولى. رصيده من النقاط في مباراة الأردن وإيران كان 6 نقاط، وها هو يحاول من الرمية الحرة الثانية وينجح أيضا ويتقلص الفارق إلى 7 نقاط، 58 لمنتخبنا الوطني 51 للفريق الأردني الشقيق. علي مؤيد، محمد صلاح، القرار غير موفق بالمرة. يعني أنا من موقعي أشوف أحسن من الحكم حقيقة في هذا في هذه الحالة بالذات. لم يتخذ محمد صلاح أي خطوة لا إلى الجانب ولا إلى الأمام. على كل حال هذا اللي طبعا الحكي مالتي ما راح يغير من الموضوع أي شيء. ومن بعيد وثلاث نقاط في وقت مهم و يعني جدا الفريق الأردني راح يقلص الفارق بنسبة معقولة حتى يستعيد آماله. وطبعا مع كل 3 نقاط أو نقطتين يزداد الضغط النفسي على فريقنا الوطني. وهذا مصطفى جاسم يرتكب تيرن أوفر والفريق الأردني إلى السلة بخبرته الكبيرة يقلص الفارق إلى نقطتين في وقت حرج. يعني الآن إحنا ما أعرف إذا كان الأمر يستجيب وقت مستقطع، ما هو أنه المدرب يعتقد أنه هذا يحتاج الوقت في الظرف الدقائق الأخيرة من المباراة. مصطفى من بعيد مؤيد، أو هذا عمر عامر كان غير موفق. هذه مجازفة، يعني أنا ما أعرف يعني اللاعب ليش يجازف وفي الوقت الذي يجب أن يلعب على المضمون. فريق الأردني أحسن مما كان، لكن الحمد لله أنه ارتكب ترنوفر. ومصطفى جاسم ما ادري يعني اللي ده يصير شنو، يعني اللاعب يروح على اللاعب حتى كأنه ينتحر. الآن بحاجة إلى هدوء الأعصاب، بحاجة إلى اللعب على المضمون. يعني هذه هي كرة السلة، يجب أن نعرف ماذا نفعل في كل الوقت. وهنالك خطأ شخصي ضد اللاعب رقم 13 اللي هو فارس غسان عدنان، أو أعتقد هذا 8 اللي هو خلدون يعقوب، اللاعب اللي ما اشترك طويلا حل محل عابدين الآن، اللاعب الموزع أو صانع الألعاب في تشكيلة الفريق الأردني. قتيبة، عمر عامر، يجب أن ننهي الهجمة في حدود 6 ثواني. قتيبة يحاول يمر تمريرة وحلوة يا قتيبة، تمرير في الوقت المناسب، مناولة نهائية ممتازة كانت إلى محمد صلاح الذي حصل على حق تنفيذ رميتين حرتين. يلا أبو حميد، في مباراة الأمس مع سوريا محمد صلاح هذا اللاعب المتألق حقيقة أخفق في تسجيل من الرميات الحرة، واليوم طبعا للحمد لله أنه يكسر هذا النحس اللي لازمه في مباراة الأمس ويسجل من المرة الأولى. يلا أبو حميد الثانية حبيبي، عاشت إيدك يا بطل. يلا نحتاج إلى نجاح دفاعي في هذه اللحظات بالذات حتى نروح للدقائق الأخيرة بفارق مريح نسبيا. وخطأ شخصي ضد علي مؤيد إسماعيل، وتبديل في الفريق الأردني، اللاعب رقم 9 علي الزغابي يستأنف اللعب. والفريق الأردني في موقف هجومي 16 ثانية يحتاج إلى أن ينهي الهجمة في غضون 16 ثانية. و
مناولة نهائية رائعة كانت، وثلاث نقاط يخلص الفارق إلى نقطة واحدة، هي الأقرب الآن منذ نهاية الربع الأول في أقل تقدير. والزغابي يرتكب خطأ شخصي ضد مصطفى جاسم، وعلى ما أعتقد فإن الخطأ يستوجب إدخال الكرة من الجانب، نعم، أو من تحت السلة. عمر عامر وهنالك خطأ شخصي ضد من؟ ضد اللاعب رقم 10 اللي هو أسامة محمد. نستغرب أسامة يقول ايش سويت، واحنا طبعا احنا ما ندري سوى، لأن الخطأ اللي يرتكب بعيد عن الكرة هذا في حسابات الحكام حقيقة. قتيبة، محمد صلاح، عمر عامر، حركة خداع ومرور وتمريرة، لكن مع الأسف يعني اضطر عمر عامر أن يلعب الكرة حتى يخلص من موضوع ال 24 ثانية. الكرة ما وصلت إلى السلة، حاول يلعبها محمد صلاح، لكن حتى يحق القانون يجيز لمحمد صلاح أن يستأنف اللعب إذا ارتدت الكرة من الحلقة. وهي الحمد لله أنه مش الحال. قتيبة، لا يا بطل، مناولة نهائية ناجحة كانت من مصطفى جاسم، ونقطتين كنا نحتاجها حتى شوي نلتقط الأنفاس في هذا الوقت العصيب. نعم صحيح، لا زال هنالك الكثير من الوقت في حسابات كرة السلة، 6 دقائق ليست قليلة. ومحمد صلاح يستطيع قطع الكرة، ممتازة يا محمد، تبديل في الفريق العراقي. مصطفى جاسم يترك الملعب، وعمر عامر طالب يستأنف اللعب، الجمهور يهتف عراق، وفريقنا بحاجة إلى حماس الجمهور حتى يحصل على الشحنات المعنوية اللي يحتاجها فعلا الفريق الأردني في موقف هجوم الآن من بعيد. وترتد، لا، محمد صلاح مع الأسف ارتدت من إيده إلى الفريق الأردني مرة ثانية، والكرة في السلة، فارق نقطة واحدة مرة أخرى. قتيبة، خطأ شخصي ضد أسامة محمد، وهو الخطأ الشخصي الرابع على أسامة. هذا اللاعب منتج جدا في الفريق الأردني حقيقة، طوله 1.98 متر، مواليد عمان 79، مثل ما قلنا أكبر اللاعبين سنا. قتيبة إن شاء الله يستمر في توفيقه في أداء الرميات الحرة، يمكن أخفق في رمية حرة واحدة فقط وهاي الثانية، لو ندري ما حاجي. على كل ما زال في الأمر متسع، وهاي الثانية في السلة، ممتازة يا قتيبة. 63 للعراق، 61 للأردن الشقيق قبل 5 دقائق و30 ثانية على نهاية المباراة بأكملها. وخطأ شخصي ضد عمر عامر يستوجب إدخال الكرة من الجانب. الفريق الأردني ليس بالفريق الهين، لديه عدد من اللاعبين المميزين وهي بشهادة. أيمن منير دانك على فريقنا الوطني، يتساوى الفريقان في الرصيد، 63 لكل منهما قبل 5 دقائق و15 ثانية على نهاية المباراة بأكملها. وهذه الأخطاء قاتلة قاتلة قاتلة، يعني المجازفة أنه تعطي الفرصة للحكم أن يسجل عليك خطأ. يعني أنا ما أعرف، يعني والله من يمي ما دا أشوف شيء. يعني قتيبة ما ارتكب ذاك المخالفة الواضحة، لكن يعني الحكم هو الخبير وهو العارف، والله يعين نجوم فريقنا الوطني والكادر التدريبي وجمهور هذا الجمهور الرائع الذي يواكب ويحرص على أن يساند فريقنا الوطني في السراء والضراء. وإن شاء الله تكون سراء اليوم،
وهذا جانب من الجمهور اللي بعدسة مصورنا الفنان محسن المعموري، وأستغل هذا التوقف البسيط حتى أطلعكم على الكادر الرائع اللي ينقل لكم الصوت والصورة إلى بيوتكم أيها الأحبة مشاهدي الفضائية الرياضية العراقية. هنالك مصوران حكيم جوني ومحسن نايم المعموري، حسين كريم على هندسة الصوت، عياد خلف مراسل الفضائية الرياضية العراقية، وعامر محمد في التنسيق. وهذه المباراة منقولة بذوق المخرجان رائد راشد وفريد الربيع. كرة أسفل السلة، والحمد لله أن لكن المحاولة تنتهي أخيرا إلى السلة. أول تقدم للفريق الأردني منذ ربما مطلع الشوط الأول من هذه المباراة، وربما كان أول تقدم على الإطلاق. يلا يا بطل، هنالك خطأ شخصي، وعلي مؤيد إسماعيل راح يقف على خطأ رمية الحرة لأداء الرميتين الحرتين. خمسة وستين الأردن، 63 الفريق العراقي، 4 دقائق 32 ثانية وتنتهي المباراة بأكملها. يلا يا علي، عرض لك التعويض 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 في هذه الرمية الحرة وفي كل شيء. ممتازة، دفاع دفاع دفاع، بدون الدفاع الناجح لا يمكن القيام بأي شيء. مشكلتنا أنه قتيبة الآن مرتكب 4 أخطاء شخصية وهو لا ممتازة يا محمد يا بطل، مرة الأخ وكفاح للحصول على الكرة من فريقنا العراقي. ممتازة يا علي يا بطل، حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. حقيقة أنا ما أحب يعني أتدخل في قرارات الحكم لأنه هو القريب والعارف والخبير، لكن أحيانا هنالك قرارات يعني معروفة اللاعب يستجيب إلى حركات تمثيلية الحقيقة، أو الحكم يستجيب إلى حركات تمثيلية. اللاعب عندما يهم بفقدان الكرة ويحس نفسه أنه فقد الكرة ممكن أن يسوي أي شيء. الحكم الخبير والعارف والمتمكن هو الذي يميز بين الحقيقة والخيال. على كل حال الأمور راح تستأنف المباراة بإدخال الكرة من نصف سلة الفريق العراقي. مصطاي ثانية، وثلاث نقاط ثمينة للأردنيين عن طريق أيمن منير. أيمن أدى مباراة كبيرة اليوم ولا زال في الوقت الكثير. يا أعزائي المشاهدين، مصطفى جاسم من بعيد ترتد من السلة إلى يد أيمن، ويرتكب محمد صلاح خطأ شخصيا آخر، والخطأ يستوجب قيام أيمن منير برميتين حرتين. خسارة محمد صلاح، ترك الملعب لارتكاب 5 أخطاء شخصية، وطبعا فقدنا لاعب أساسي ومهم، هو أطول لاعبين وربما كان أصغرهم سنا. والفريق الأردني ما زال يعني لديه فرص زيادة الرصيد، وهاي مصيبة عندما نقترب من الدقائق الأخيرة. وهاي الكرة في السلة، تسعة وستين 64، الكرة الثانية في السلة أيضا 69 74. نشوف فريقنا الوطني.